السلام عليكم. انا اليوم جيت نوجه رساله لرئيس الحكومه ووزير المكلف بالشؤون الجاليه. بغينا غير نعرفوا واش حنا مغاربه ولا جايين من عالم اخر، حيت اي دوله ملي تمس المواطن ديالها كنوض دافع عليه، الا حنا دولتنا لا علاقه. المهم من هذا المنبر نداء عاجل للتدخل في هذا الامر، لان المهاجر في اسبانيا تغلب على امره. هل يعقل ان المهاجر يتخبط في مشاكل ماليه والازمه تكلف هضامه، والحكومه الاسبانيه تفرض عليه غرامه ماليه كتبلغ 500 اورو لمجرد السياقه برخصه مغربيه؟ انا كنعتبر هذا الشيء اهانه للوطن بالكامل، وكانها رساله من اسبانيا للمغرب بانك بدون قيمه، لا انت لا مواطنيك ولا الرخص ديالكم. بغينا الوعود ديال الملك ورئيس الحكومه تحقق في ارض الواقع، بغينا تدخلات عاجله لحل هذا المشكل. اغلبيه المهاجرين الان محرومين من التنقل وكسب قوتهم اليومي نتيجه لهذه السياسه العنصريه المقصوده اللي كتستهدف من مواطن معين غير المواطنين الاخرين. لماذا يمكن لمواطنين من جنسيات اخرى السياق برخصهم في اسبانيا الا المغربي؟ حنا خاص الدوله تكون قد المسؤوليه وتدافع على حقوق مواطنيها المشروعه. والله ولو مر هذا القانون او بقات الحاله على ما هي اليه، والله سنفقد الثقه في شيء اسمه المغرب وشيء اسمه الحكومه المغربيه، وستبقى وسمه عار في جبين الحكومه، لانه عندما احتاجها المواطن خذلته وحسسته انه بدون قيمه. في الاخير كنتمنى من اي مغربي يساهم ولو بنشر الفيديو باش الرساله توصل للمسؤولين ومراه السياسيين باش ينوضوا يخدموا ويساعدونا. بغينا نحسوا باللي عندنا وطن يغار علينا ويحزن علينا ويكثر امرنا. والسلام عليكم.